العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، نحمد الله تعالى على هذه الخيرات والبركات التي تتوالى علينا في شهر الصيام وشهر القيام. أيها الأحباب الكرام، أجدد الترحاب بكم وأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونحمد الله تعالى أن جمعنا وإياكم على أثير هذه الإذاعة رغم ظروف الحجر الصحي. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم قريبا 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 في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفوق جبل عرفة وفي منى وفي مزدلفة. يا رب يا رب يا كريم، عجل لنا بالفرج، عجل لنا بالفرج. أيها الأحباب، من بين الأمور المقربة إلى الله تعالى في رمضان هو التفقه في أحكام الدين، ونريد أن نتحدث عن أحكام فقهية خاصة بصيام شهر رمضان. كل واحد فينا محتاج أن يؤدي العبادة على الوجه التي يرضي بها الله عز وجل، تكون وفق الكتاب ووفق السنة المطهرة. ولعل الكثير من الأحباب الكرام عندهم تساؤلات وعندهم استفهامات حول قضايا مختلفة من الصيام أو طوارئ تقع لهم أثناء صيامهم، ويودون أن يتعرفوا على أحكام الشريعة في الحلال والحرام. فتعالوا بنا نخصص هذه الحلقة لبيان الأحكام الفقهية المرتبطة بصيام هذا الشهر الفضيل. كما تعلمون جميعا أيها الأحباب الكرام أن الصيام معناه في اللغة معناه الإمساك. إنسان صام من معنى أمسك، أنه انتهى عن فعل الشيء. ولكن المقصود في الشريعة الإسلامية بالصيام هو الإمساك عن كل المفترات، سواء أكل أو شرب أو جماع أو غيرها. كل حاجة ممكن أن تفطر الإنسان من طعام أو شراب أو جماع أو مقدمة الجماع أو غيرها، كلها المؤمن ينبغي أن يمسك عنها، وكأنه يريد أن يطهر جسده. كل ما يدخل إلى الجسد نمنعه، الجسد يصير خالصا لله طاهرا مطهرا. نمنع من دخول أي شيء من الفم أو من الأنف أو من الأذن أو من القبل أو من الدبر، نمسك عن كل شيء. وهذا الإمساك له مدة زمنية محددة، يكون منذ طلوع الفجر ويستمر إلى غروب الشمس، يعني في واضحة النهار. النهار وأشعة الشمس لا ينبغي أن ندخل إلى أجسامنا أي شيء. طبعا هذا يظهر فيه مشقة عند بعض الناس، أو يظهر فيه حمية عند البعض الآخر، لكنه عند الأطباء اكتشفوا بأن هناك دودة شريطية غريبة تكون في جسم الإنسان، ولا يمكن أن تموت هذه الدودة رقيقة جدا لا تكثر بالعين المجردة، لا ينفعها أي دواء إلا الجوع والعطش، وذلك طيلة 4 إلى 5 أسابيع متواصلة. وهذه الدودة سبحان الله العظيم هي عبارة عن ميكروب تنخر الجسم البشري، هي تتأثر بواضحة الشمس، أما بالليل فما في مشكلة، لكنها تتقر في واضحة الشمس. لهذا ربنا سبحانه وتعالى دلنا كل سنة صيام رمضان 4 أسابيع مع الأسبوع الخامس اللي هو 6 أيام من شوال، ونمسك عن المفطرات كلها في واضحة النهار منذ شروق الشمس إلى غروبها. وهذا الصيام أيها الأحباب الكرام مفروض في الكتاب الكريم ومفروض في السنة النبوية الشريفة، فهو من الفرائض. أما القرآن الكريم
فربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ومعنى كتب أي فرض، صار مفروضا عليكم. فالصيام هو ليس خاص بالمسلمين، هو بكل عباد الله في كل زمان، عند اليهود، عند النصارى، وعند كل الديانات السابقة. ولعل أخف صيام هو صيام المسلمين، لأنه أيام معدودات معدودات. كذلك أيها الأحباب الكرام، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوضح أحكام الصيام ماذا قال؟ قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالصوم هو ركن من أركان الإسلام، مشروع بالكتاب والسنة. هذا الصيام متى فرض؟ فرض في السنة الثانية للهجرة، يعني أن الفترة المكية التي دامت في مكة المكرمة 13 سنة لم يكن فيها صيام. وحينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، هنالك فرض على النبي الكريم صيام رمضان، وقد صامه 9 سنوات ثم توفي. فالنبي الكريم توفي في السنة 10 من الهجرة. ما هي أيها الأحباب الكرام أهم الأحكام الشرعية المرتبطة بالصيام حتى يكون الصيام صحيحا بإذن الله؟ أول شيء ينبغي لكل مؤمن أن يعلمه، وهو النية. لا بد من استحضار النية المبيتة، فلا يمكن لسان أن يصوم إلا بالنية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. كل أعمال الإنسان لابد أن تكون مرتبطة بالنية، وهذه النية هي محلها القلب، لا يشترط أن ننطق بها باللسان. فممكن أن الإنسان يقول يحضر نية قلبه، يقول أنا غنصوم رمضان، وملك يبغي صوم الإنسان لابد أن يبيتها ليلا قبل الفجر، لأنه إلى دار النية بعد الفجر نية ناقصة، ستكون نية قبل الفجر. وإحنا في رمضان يكفينا نية واحدة في الليلة الأولى من رمضان، ملك أننا نقلب على رؤية الهلال. وحينما أخبرتنا السلطات الدينية ببلادنا برؤيته، أول يوم أول ليلة تكفينا، هذه النية تكفينا. فإحنا كنا جميعا نراقب هلال رمضان، ونتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إحنا في مغربنا العزيز، إحنا الأخرين في الرقعة الجغرافية في العالم الإسلامي من المحيط الأطلسي، فإحنا كنا الأخيرين واستكملنا العدة 30 يوما. ونحن في مغربنا ونتبع المذهب المالكي، المذهب السني، مذهب إمام دار الهجرة، أننا نعتمد على الرؤية البصرية المجردة وليس على الحساب الفلكي. أي نعم، الحساب الفلكي نتخذه للاستئناس. فمنذ الليلة الأولى لما سمعنا بأن رمضان سيكون في اليوم الموالي، كلنا نوينا الصيام. هذه الليلة الأولى تكفينا، الإنسان ينوي بقلبه فيقول نويت الصيام 30 يوما عن شهر رمضان هذه السنة، يقول غبي قلبه باش باللسان دياله تكفيه. غير الليلة الأولى بلا ما نشدوك تحصيل حاصل، كل احنا غنبقاو نصوموا طيله رمضان، ما كاينش اللي غادي يفطر الا لسبب او عذر شرعي. اهم الاحكام الشرعيه والفقهيه المرتبطه بصيام رمضان، اولها ايها الاحباب الكرام قلنا هي النية، ثانيا هي الامساك عن الطعام والشراب والجماع.
لابد أننا أي حاجة عندها علاقة بالفم، طعام وشراب وما يتعلق به، اللي عنده علاقة بالحنجرة، الأنف والفم والأذن، وكذلك الجماع، أي حاجة علاقة بالجماع، بالقبول والضبور، وحتى النظر، وحتى مقدمة الجماع من قبلة أو غيرها، لابد للإنسان أن يمتنع عن كل شيء في هذه الأيام المقدسة عند الله والمعظمة عنده سبحانه وتعالى. المقصود بالإمساك عن الطعام والشراب يعني الأكل والشرب وكل شيء ممكن ينتفع به الجسم، يقول العلماء من منفذ مفتوح. المنفذ المفتوح هو اللي مرتبط بالعلعوم، البلعوم بحل الفم والأنف والقبول والضبور. فبعض الناس يتسألوا، يقولوا مثلا الحقن الغذائية، وهذه الحقن الغذائية واش هي تفطر أو لا تفطر؟ العلماء قال لك إذا كانت في العرق راهي تفطر، هي بمثابة الطعام والشراب، هي مغذية. كذلك الذي يضع الدم في الجسم، مراكز تحقن الدم كتمشي عند شي حد وكيديروا لي الدم في الجسم ديالو، ايضا مغذي، هو في معنى الطعام والشراب. لكن الحقنة اذا كانت في القبول والضبور ايضا هي مفطرة. امتى تكون غير مفطرة؟ اذا كانت في العضلة الابرة، الحقنة ما كتكونش مفطرة الى الانسان دقات العضلة، اما الى دقات العرق او في القبول او الضبور كلها هي في معنى الطعام والشراب. ومن ثم يبقى الإنسان دائما يشعر بأنه في أمن وأمان. بعض الناس كيتسألوا عن حكم القيء، الناس عندهم مرض المعدة كيتقيا، واش هذا القيء حتى هو يبطل الصيام أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من درعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. فالاستقاء، ما معنى الاستقاء؟ هو إخراج القيء بالأصبع أو نحوه. فإذا إنسان غلبه القيء، كان هو مريض ودرته المعدة ورد، فإذا غلبوا هذا القيء بزز منه لا شيء عليه، لا قضاء عليه. لكن إذا كان هو تعمد الاستقاء، هو دخل صبعه في الفم دياله وحرص على أنه يخرج من القيء، ففي هذه الحالة يكون يومه قد ضاع وعليه أن يقضي ذلك اليوم. إذن عندنا في القيء حكمين، الحكم الأول هو أنه يغلبك، غلبك القيء فلا شيء عليه، لكنك إذا أنت الذي تعمدت الاستقاء فقد ذهب يومك وعليك أن تقضيه. كذلك بعض الناس يتساءل أنه قد يقع له نسيان في نهار رمضان فيأكل ويشرب، هل يفطر أم لا؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجيبنا فيقول من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فالإنسان إذا نسى وأكل أو شرب وهو صائم لا شيء عليه، صيامه صحيح، بشرط أن يكون النسيان حقيقي مش متعمد، صيامه صحيح ويكمل الصوم دياله، الله سبحانه هو الذي أكرمه وأطعمه وسقاه. ويدخل في الناس كذلك الإنسان الذي وقع له خطأ، اللي وقع له خطأ ما بغاش يأكل، بغى يغيب واخطأ، أو بغى يدير شي عمل واستقى. هنا العلماء المذهب الراجح يقول لك رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أي حاجة كانت خطأ أو كانت نسيانا أو كان فيها إكراه فلا شيء عليه. كذلك أيها الأحباب الكرام، كالقوس الآخر بعض الناس كيتسألوه، وهو أنه بغيت سحر وأدن الفجر وهو مازال لا يعتقد بأن الفجر ودن، فتلقاه كياكل مازال، ثم سمع أدن الفجر بأنه راداز ومازال كياكل، ماذا عليه أن يفعل؟
العلماء قالوا من أكل بعد الفجر معتقدا أن الفجر لم يطلع قال لك هذا فسد صومه ولازمه القضاء وعليه الإمساك عن المفرطات مفترات بقي النهار فلا شيء عليه ولكن الإثم ما كانش الإثم غير موجود لكن الصيام قد فسد لأنك الفجر غادي يودد مع الربعة انت الربعة وربع مازال أو عندك المقدة ما بحقاش أو بقي ما سمعتيش المؤذن ودازت ربع ساعة نص ساعة وكليتي عاد تبين لك بأنك كليتي بعد الفجر يقول لك الإثم غير حاضر هنا ولكن صيامك فسد عليك بالقضاء ليس معنى هذا أنك الصيام شمشة غنى كل يوم لا تتم صيامك تتم صيامك وعليك أن تقضي فيما بعد هذا إذا كان الإنسان دار الإهمال دار الإهمال وما سولش وما عرفش وما دارش الإجراءات والاحترازات أما إذا كان دار الاحترازات وقع لي الخطأ فلا شيء عليه حما ثلاث البادية كنلقاو الناس كيعتمدوا على الصياح الديك المجرب الديك المجرب ديك ذكي كيودن وكيعوق قبل الفجر لكنه تبين أن الديك براسه خطأ فلا شيء عليه إذا أخذ الإجراءات دار المقانة أو حضر الديك أو دار كل ما يعليه ثم أخطأ لا شيء عليه هذا من باب رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكلوا عليه أما إذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة ففسد صيامه وعليه أن يتم الصيام ويقضي فيما بعد كذلك أيها الأحباب الكرام من الأمور التي يسأل عنها الكثير من الناس الذي يبالغ في المضمضة والاستنشاق عند الوضوء كيتوضى كيستنشق كيتمضمض ولكن بالغ وشعر بأن الماء أدخل لي في نيفه أو تسرب لي في فمه لما قام بالمضمضة جاء الماء بارد هو يعطشان شعر شي حاجة دخلت لي الحنجرة أو أنه كيستنشق في عملية الاستنشاق تسرب إليه شيء من أنفه ودخل إلى الجوف ماذا عليه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجيبنا فأحد الصحابة سأله قال يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة إلا أن تكون صائمة فالإنسان مطالب بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق في الأيام العادية لكن في رمضان لا رمضان لا ينبغي أن نبالغ في الاستنشاق وفي المضمضة فإذا إنسان بالغ ودخل إلى الماء إلى جوفه أن العلماء يقول لك لقد أفطر لقد أفطر فعليه أن يتم صومه فسد الصوم لا إثم عليه الإثم موجود لكن الصيام فسد فعليه أن يتم صومه ومن ليس لرمضان يقضي ذلك اليوم فعلينا أن نحضر أيها الأحباب الكرام هنا باش ما يدخلش الوسواس عند بعض الناس كنقولوا اللي بالغ اللي تعمد أما اللي ما بالغش وما تعمدش وقع لي شيء من هذا فلا شيء عليه لا شيء عليه القاعدة العامة وهي رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه رفع عن أمة الخطأ ولو أن بعض الأصوليين قد يقول هناك تقدير محذوف رفع عن أمة إثم الخطأ أو رفع عنهم الخطأ حقيقة فإحنا لا ندخل في هذه التفاصيل كان نختار الأحكام الميسرة على الناس لأن هذا هو المنهج النبوي الشريف سيدنا النبي كان ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن حراما كذلك من الأمور التي الناس يسولوا عليها عادة في شهر رمضان وهي أن الإنسان يستعمل العطر يشم العطور أو أنه كيدير البخور الدخان ديال البخور وشم العطور إذا وصل إلى الجوف هل يفطر؟ الجواب عند الفقهاء أنه لا يفطر ولو أن الإنسان عليه في رمضان أنه يحرص على أن يبتعد عن التوسع في الطيب والعطور والبخور هو من المكروهات لكنه لا يفطر فإنسان إذا شم شي حاجة صيامه صحيح لكنه مكروه نحاول أن في رمضان نبتعد عن ذلك وطبعا الفم والأنف يشم أطعمة وأشربة وأشياء من المذاقات المتعددة
إنسان لا يتعمدها، لكن العطر والبخور إنسان تكون داروا بقصد فعليه أن يتجنبه، وإذا وقع لا شيء عليه. كذلك أيها الأحباب الكرام، اللي ربما في البوادي وفي بعض المطاحين الناس كيغربلوا الدقيق، غربلة الدقيق، وإنسان ربما هو كيغربل الدقيق ويدخل لي شي حاجة في نيفو أو في فمه، هل هذا يفطر؟ لا يفطر. العلماء قال لك لا يضر، لأنه غير المقصود به الإطعام. كذلك اللي غادي في شي أرض اللي فيها رمال وفيها تراب وفيها العجاج وتسرب إليه غبار الطريق إلى جوفه، قالوا أيضا العلماء هذا لا يضر ولا يفطر لعسر التحرز عنه. كذلك بعض النساء تيكونوا في المطبخ كيطيبوا الماكلة الحريرة والطاجين واللي قسم الله، فكتقول المرأة جي نذوق نسبة الملوحة، فإذا تذوقت والذوق في اللسان لا شيء فيه، لكن بدون ابتلاع فلا شيء فيه، تذوق وترمي داكشي من لسانها ولا تبتلعه في جوفها. فسيدنا عبد الله بن عباس لما سئل عن ذلك قال لا بأس أن يذوق الخل والشيء ما لم يدخل حلقه. كذلك أيها الأحباب الكرام، من الأمور التي ربما قد يتساءل عنها الكثير من الناس وهو خلع الضرس. خلع الضرس، بعض الناس عندهم أمراض في السنان ديالهم كيمشيو عند دونتيست طبيب الأسنان، الأفضل أننا نمشيو عنده بعد الإفطار. بعد الإفطار ديك الساعة يكون استعملوا الدواء المناسب، يعني الإنسان اللي مريض وكيستعمل شي أدوية يبقى يستعملها، لكن عوض أن يستعملها بالنهار يحول إلى الليل. إلا قال الطبيب عندك 3 حبات في الفطور في الغداء في العشاء وغد يحولها، غيدير عند أذان المغرب وغيدير بعد 3 تراويح والأخرى غيدير عند السحور. أما إلا كان غيمشي عند طبيب ديال الأسنان صعيب، والآن مع الحظر الصحي غير ممكن الإنسان يخرج. فخلع الضرس عموما إلا صبر الإنسان كان أفضل، إلا كان مضطر فكيمشي يدير الاسواء عند الطبيب يدير العلاجات الضرورية، وليحرص على أن لا يبتلع شيئا في جوفه، لا يبتلع شيئا في جوفه، فإذا ابتلع شيئا في جوفه وكان مضطر لا حيلة له، هنا ما عليه إثم، صيامه صحيح للقاعدة العامة، فمن اضطر غير باغ ولا عدل فلا إثم عليه. وبعض العلماء يقول لك راه غير الإثم اللي مرفوع، أما الجزاء فهو واجب عليه أن يقضي، لأن الإثم مرتبط بالإثم الأخروي، أما الجزاء الدنيوي فهو في ذمته. فالإنسان يحرص على أنه إذا مشى عند طبيب ديال الأسنان لا يبتلع الماء أو الدواء في ريقه ويدخل إلى جوفه، وبإذن الله لا شيء عليه، لكن لا يدب إلا عند الضرورة القصوى. كذلك المرأة الحائض إلى حاضت قبل المغرب، المرأة كانت صايمة طاهرة والمغرب بقى لي والو إلى دقائق معدودات، ثم شعرت بأن الحيض جاتها، ذهب يومها، فسد يومها، هذاك اليوم كتسمى فاطرة، لأن لم يستكمل الوقت اللي هو أذان المغرب، فعليها أنها تتسمى فاطرة وتقضي ذلك اليوم. كذلك المرأة إذا وقع لها النفساء، المرأة النفساء كانت النهار كله طاهرة ثم وقع لها النفساء، هذا دائما خاص لابد استكمال المدة وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. اللي كيسرع لي بزاف الرجال وخصوصا الشباب حتى النساء، وهو الاحتلام في نهار رمضان. كي الإنسان كينعس في رمضان ويرى رؤية منامية وربما يحتلم فيخرج منه الماء، ما ماشي هو البول، الماء الذي هو ماء الرجل أو ماء المرأة، ففي هذه الحالة واش هو مفتر أم لا؟ لا، هو لا يفتر، وإنما عليه أن يغتسل. علاش؟ لأن الإنسان لك النائم واحتلم وخرج منه الماء. في الحديث رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ، فالنائم كل تصرف خرج منه وهو نائم فلا شيء عليه لأنه مرفوع عنه القلم. أما اللي خرج الماء ديال الرجل
عن طريق اخرى، كاين اللي ربما بعض الشباب مراهقين يستعمل اشياء اخرى معروفه بالنظري او بكذا او بكذا، فهذا صيامه باطل وعليه ان كفاره لانه تعمد اخراج ماء الرجل. اما النائم فلا شيء عليه، وخشف اللي شاف النائم في منامه واحتلم اذا قام ما عليه الا ان يقوم ثم يغتسل للصلاه وصيامه صحيح. من الامور ايضا ايها الاحباب الكرام التي نذكر بها احبابنا في صيام رمضان ولا اطيل عليكم، وهذه نقطتين اساسيتين، وهو اننا نحرص على تعجيل الفطر. فاذا تحققنا من غروب الشمس هذا من المستحبات، نسمعوا تحقق الشمس لابد ان نعجل الفطر. كاين بعض الناس يسمع المدن والدن وباقي هو كيتسرى وباقي في التلفزيون وباقي في الاشغال ديالو، او بعض النساء مازال في الكوزينه عندها اشغال وكتوجد في الشهيوات وراه ودان المغرب وكتبقى ربع ساعه نص ساعه تفطر، هذا ليس من المستحب. فالمستحب ان الانسان اذا تحقق غروب الشمس ان يعجل بالفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والفطور كيفاش كنفطروا؟ اما اننا كنصدقوا التمر هو الاول، واما كنصدقوا الماء. التمر والماء راوصوا به الاطباء وخبراء التغذيه الصحيه، لان الجسم كيكون ناشف وخاصه السكر، والتمر سكر طبيعي مع الماء بسرعه ينتشر في الشرايين. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال انس بن مالك كان يفطر على رطبات قبل ان يصلي، فان لم تكن رطبات فتمرات، فان لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. هذه السنه النبويه الشريفه، ملي كنسمعوا المؤذن كيقول الله اكبر خصنا نتبعوا معاه نقولوا الله اكبر، حي على الصلاه حي على الصلاه، اي كلمه قال المؤذن نتبعوا معاه باش ناخذوا الاجر ديال الاذان، ناخذوا الاجر والثواب ديال الاذان. فانت غتبعت يوم القيامه مؤذنا، انت ربما طبيب او مهندس او استاذ او شيء، غتبعت يوم القيامه مؤذن، غتقول لي انا عمري ما ودنت، لا كتودن كل نهار ملي كتسمع المؤذن وكتبع معاه، تكتب عند الله يوم القيامه مؤذنا. وطبعا المؤذنين راه عندهم واحد المقام رفيع يوم القيامه، اطول الناس اعناقا، ماشي المقصود عنق طويل هذا غير مجاز، المقصود ان الله تعالى يعطيه غادي يكبر به مولانا، حتى هو كيكبر بالله كيرفع اسم الله وكيذكر الغافلين الله اكبر الله اكبر من اعلى المآذن، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. هذا معناه قال لك غادي يكونوا اكثر الناس اعناقا، اطول الناس اعناقا يوم القيامه. ما تخيلش بان عنقه غيكون طويل، وانما المقصود غادي يكون مقامه رفيع من الكبراء من الاسياد من الاخيار من المصطفين الاخيار. فعلينا ان لا نضيع الاجر ديال المؤذن، فانت في دارك وانت سيدتي في دارك وكتبعي المؤذن عندك الاجر كامل يوم القيامه كانك مؤذنه. ومليت للاذان كنقول الدعاء الماتور اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. فالانسان يحرص على انه يقول هذا الذكر في اجر وثواب عظيم، وخصوصا قبل ما ياكل او يفطر يهزي به للسماء ويدعي الله، يدعي الله تعالى الدعاء مستجاب. هذا وقت الغفله، حتى الاغلبيه الناس غادي يسمعوا الله اكبر كيبدا ياكل كيبدا يشرب، انت تسنى واحد اللقطات مهمه للغايه، تبع الصيغه ديال الاذان، قول الدعاء ديال المقام المحمود لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ارفع يدك للسماء وقول الدعاء. راه اللي قلتيها مستجابه، بغيتي الصحه بغيتي العافيه بغيتي الرزق الوفير صلاح الوليدات بغيتي الرحمه للوالدين بغيتي الامن والامان والسلم والسلام بغيتي القبول في الارض والسماء بغيتي يرفع الله عندك العقوسات، ثم الدعاء مستجاب. فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا، ثم يفطر على رطبات، الرطب هو ذاك التمر الجميل يكون بحال ديال العجوة أو غيره. فإن لم يجد تمرات أي تمر أي تمر مفيد، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء.
ياخذ غرفه ديال الماء، واحد الكاس ديال الماء او كاسين صغيرين، هو كيتم الحساء، ثم يقول ملي كيفطر: اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، ثم يقوم للصلاه. عاد تاع ياخذ التمرات، يشرب جرعه ديال الماء ويقوم للصلاه. الصلاه تاخذ منه واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه. من قبل كنا كنمشيو للمساجد ذهبا واياما كتاخذ لنا واحد الساعه، دابا الان حنا في بيوتنا تاخذ لنا 10 دقائق مع الاذكار والاستغفار. فغتكون ديك الساعه داك التمر اللي كليتيه والماء اللي شربتيه بدا كيوزع على المعده وعلى الدماغ وعلى بقيه الاعضاء ديال الجسد، وملي غتبغي تاكل غتلقى المعده مهيئه باش تستقبل الطعام المبارك اللي غتاكلو. كونوا هنيئا مريئا، تاكل وتفطر حاول انك ما تشبعش بزاف. من منهج النبي الكريم انه لا يشبع، ان قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع. علاش؟ تبعنا صلاه العشاء والتراويح، خصني نبقى شيئا ما حركي، نبقى دائما بصحه وعافيه. وحتى الاطباء والخبراء ديال التغذيه كيقول لك: اودي ما تخليش المعده تملاها بزاف. الناس كاع اللي عندهم السمنه، الخطا اللي كنوقعوا فيه جميعا هو ان الخير موجود وكتبقى تاكل، وهذا خطا كبير جدا. علينا ان نصحح اخطاءنا ويكون رمضان هو الانطلاقه، وان شاء الله لما يمضي رمضان مغفره وثواب وصحه وعافيه واجر عظيم. فما نشبعوش في الطعام، ملي نتلي الطعام نقول الدعاء الماتور: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك غيجي السحور ان شاء الله، وربي غادي يبارك لنا. ختاما ايها الاحباب الكرام، وهو تاخير السحور. تاخير السحور وهو ان الانسان لابد انه يقدر يضيع الوجبه ديال العشاء، ولكن لا يضيع وجبه السحور ابدا. وجبه السحور مهمه للغايه. العشاء دابا الان ممكن ناكل اللي كان، خصوصا اذا كان غير خضروات او فواكه طازجه، لكن في السحور لابد ان ناخذ السحور. قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فان في السحور بركه. اخر شيء: تسحروا فان في السحور بركه ولو غير بالقليل. واحسن شيء هو الزبادي واللبن، كيمنع العطش والجوع بالنهار، كيخلي الجو طاهر باذن الله. فهذه ايها الاحباب الكرام بعضا من احكام الفقهيه المرتبطه بصيام رمضان، على امل اننا غنذكروا ان شاء الله تعالى احكاما فقهيه اخرى مرتبطه بالصيام، خصوصا ما يتعلق باهل الاعذار، الناس اللي عندهم العذر وكيفطروا في رمضان، والناس اللي فطر شنو هي الكفاره اللي يقوم بها، واش عليه القضاء ولا الفديه ولا الكفاره، وشكون هما هاد الناس وما المقدار ديالها. هادشي كله ان شاء الله نعرفوه ان شاء الله في حلقه اخرى، لن اطيل عليكم. بغيت الان ايها الاحباب الكرام نفتح الخطوط الهاتفيه ونسمع التواصل ديالكم، ونسمع باذن الله تعالى الاسئله ديالكم، ونشارك واياكم هذه المناسبه الطيبه المباركه بالدعاء الى الله تعالى والابتهال والتضرع، ونتوسل اليه بصيامنا وقيامنا وتلاوه القران باش يحفظنا ويحفظكم ويسترنا ويستركم، ويحفظ هذا البلد الامين، ويحفظ جميع بلاد المسلمين، وينقذ البشريه جمعاء. احنا كنا اخوه من أب وأم، أبونا آدم وأمنا حواء، ونتألم لما نرى من معاناة لإخواننا حتى ولو كانوا مخالفين لنا في الدين وفي العقيدة وفي الوطنية، حتى ولو كانوا معنا في حرب أو عندهم مواقف ضدنا. ومع كل هذا تسقط جميع الاعتبارات ولا تبقى إلا الأخوة في الله. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يديم بين الناس كلهم محبة ومودة وألفة، ويزرع بيننا التعاون والتكافل والتضامن، وأن ينزع من قلوبنا الحقد والكراهية، وأن يجعلنا جميعا نعيش في رحاب إيمانه، ويرفع عنا هذا البلاء عاجلا غير آجل.